بسم الله الرحمن الرحيم. المثال الثاني من الأمثلة المتعلقة بالديجيتال فلتر ديزاين. The frequency response specification for band pass filter. اوكي، همين هنا عندنا band pass filter. هنا المطنية شنو؟ هالمرة عكس السؤال أو المثال السابق. المثال السابق كان مطنية حالة النورماليز وطلب من عندي القيم الحقيقية بالكيلو هرتز. هالمرة لا، هو معطيني القيم أصلا بالهرتز. اولا معطيني السبيسيفيكيشن انه مقدار قيمه الباس باند فريكوانسي من 6 الى 10، اذا هذا مثل مقدار قيمه الاف بي فريكوانسيز. الستوب باند معطينيها من 0 الى 4 كيلو، 12 الى 16 كيلو. مقدار قيمه السامبلينج معطيني مقدار قيمه الاف اس 32. اوكي، مطلب الاول انه مثل هذه القيم اكسبرس سبيسيفيكيشنز ان نورمالايز فريكوانسي. هالمره بالعكس، هو اللي رايد انه احسب له بالنورمالايز فريكوانسي. طيب المطلب الاول ايش راح يكون عندي هسه قبل لا ادخل بالتفاصيل الثانيه؟ اولا اي النورمالايزد فريكوانسي هو يساوي مقدار قيمه التردد على مقدار قيمه الاف اس. اوكي، بمعنى انه انا لازم اقسم كل هذه القيم على مقدار قيمه الاف اس اللي هو بالسؤال 32. فبالتالي راح يكون عندي هنا مقدار قيمه الباس باند اللي هي من 6 الى 10 كيلو هيرز، راح تكون عندي هي من 6 على 32 الى 10 على 32، وتساوي لي هذه راح تكون عندي 0.1875 الى راح يكون عندي 0.3125. هذه نورمالايز فريكوينسي. زين، ما يتعلق بمقدار قيمة الستوب باند اللي هو مطنياها من 0 الى 4 كيلو هيرز ومن 12 الى 16 كيلو هيرز، اقسم كل هذا على مقدار قيمة ال 32، فراح تكون عندي بالنسبة لهنا راح يكون عندنا من 0 الى 4 على 32 راح يكون هو عبارة عن 1.25، وهذا 12 على 32 راح تكون هي عبارة عن 0.375 إلى هذه 0.5. زين، هذا المطلب الأول أنه أوجد أو مثل specifications and normalized frequency. هذا المطلب. المطلب الثاني مثل the specifications in radian per second، يعني بالتالي بدلالة مقدار قيمة الأوميجا، على اعتبار أنه أنا عندي مقدار قيمة الأوميجا هي تساوي للريديان، يعني الوحدة مالتها هي بالريديان بير سكند. طيب اوميجا ايش تساوي لي اصلا؟ هي 2 باي اف. المطلب الثاني بي اوميجا هي 2 باي اف. اوكي، بمعنى انه كل القيم اللي موجوده عندي هسه اللي هنا انا هذه السبيسيفيكيشن لازم اضربها في مقدار قيمه 2 باي اف، باعتبار هي اصلا معطيني اياها بدلاله مقدار قيمه الاف، اذا اضربها بدلاله 2 باي. فبالتالي راح يكون عندي انه مقدار قيمة الباس باند اللي هي من 6 الى 10 كيلو هيرز اضربها في 2 باي باعتبار هو هذا تردد، فانا عندي الاف اصلا فاضربها في 2 باي فراح تصير هي اصلا 12، هذه 12000 باي الى هذه راح تكون هي 20000 باي، هذا صارت عندي بالريديان بير سكند. طيب بعد عندي مقدار الستوب باند، مقدار قيمة الستوب باند اللي هي من 0 الى 4 كيلو هرتز اضربها في مقدار قيمة 2 باي راح تكون هي من 0 الى هذه راح تكون عندي 8000 باي. طيب وبالنسبة لهذا اللي هو من 12 الى 16 كيلو هرتز راح تصير هي عندي اضربها في 2 باي فارزة صار عندي 24000 باي الى 32000 باي، طبعا ريديان بير سكند. طيب بعد عندي سامبلينج فريكوانسي 32 كيلو، فيكون عندي مقدار قيمه السامبلينج فريكوانسي ينضرب في 2 باي يصير هو عباره عن يعني من 32 كيلو هرتز يصير هو عباره عن 64000 باي ريديان بير سكند.
اوكي، هسه هذا ما يتعلق بالمطلب الثاني. المطلب ثلاثة انه اوجد مقدار قيمة، اوجد بدلالة مقدار قيمة او مثل السبيسيفيكيشن بدلالة مقدار قيمة النورماليز اوميجا. طيب مطلب ثلاثة سي، اذا كان المطلوب من عندي هو ايجاد مقدار قيمة النورماليز فريكوانسي، كنا شو نسوي؟ نقول يساوي للتردد مقسوم على مقدار قيمة الاف اس. اوكي، هسه اذا اريد اوجد مقدار قيمة النورماليز اوميجا راح تكون مساوية الى، اقول بما انه مقدار قيمة الاوميجا تساوي 2 باي في مقدار قيمة الاف، اذا النورماليز اوميجا يساوي لي 2 باي في مقدار قيمة النورماليز فريكوانسي، في مقدار قيمة النورماليز فريكوانسي. اوكي، انا هذا النورماليز فريكوانسي اوجدته بالمطلب رقم واحد، فبالتالي شو راح اسوي؟ راح اخذ القيم اللي حصلتها بالمطلب رقم واحد، يعني راح يكون عندي مقدار قيمة الباس باند اللي هو من 6 الى 10 كيلو هيرتز حسب المطلب 3، راح يكون مساوي الى 2 باي، باعتبار قلنا راح نضربه هو 2 باي في مقدار قيمة النورماليز فريكوانسي. النورماليز فريكوانسي راح اخذ هذا الاول اضربه في 6 على 32 الى 2 باي مضروب في 10 على 32. اوكي زين، وطبعا هذا راح شو يكون؟ راح يكون مساوي الى 3 على 8 باي، تحسبها الى هذه راح تكون هي عبارة عن 20 على 32، 20 على 32 باي. زين، هذا المطلب الاول. المطلب الثاني او القيمة الثانية اللي هي تمثل مقدار قيمة الستوب باند، الستوب باند عندي قيمتها من 0 الى 4 كيلو هيرتز. اوكي، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندنا من 0، هذا القيمة تبقى 0، الى هذه راح تكون هي عبارة عن 2 باي في 4 مقسومة على قيمة النورماليز مالتها اللي هي على 32. اوكي، هذه القيمة الاولى، وتساوي طبعا من 0 الى هذه 8 على، نقول هنا المقدار راح تكون عندي هي باي 8 على 32 باي. زين، القيمة الثانية اللي هي من 12 الى 16 كيلو هيرتز راح تكون عندي بالنسبة لهنا 2 باي في 12 على 32 الى 2 باي في 16 على 32. طبعا هذه راح تكون هنا عندي 24 على 32 باي، الى هذه راح تكون 32 على 32 باي، يعني راح يكون عندي باي. اوكي، بالنسبة هذا للقيمة. طبعا بعد شنو عندي؟ عندي مقدار قيمة ال عندي مع السامبلينج فريكوانسي لازم احسبه، فبالتالي على هذه القيمة اقدر اشيك مقدار قيمة السامبل فريكوانسي. عندنا مقدار قيمة السامبل فريكوانسي مطنيها بالسؤال هي عبارة عن اصلا 32، هي تمثل مقدار قيمة الاف اس، فبالتالي على قيمتها راح نشتغل على مقدار قيمة النورماليز. فبالتالي صار عندي واضح هسه لهنا انه احيانا هو يعطيني القيم بدلالة مقدار قيمة بالفريكوانسي، لكن معطيني معلومات تدل على انه مقدار قيمة الاف اس لازم يكون عندي معلوم، فابدي بعملية النورماليزنج انه انا اقسم كل تردد على مقدار قيمة الاف اس. هذه واحد، هذا المثال الغرض من عندي انه عملية كيفية التحويل من والى، يعني احيانا الطالب يخطأ بعملية اجراء النورماليز فريكوانسي او ما يعرف انه المبدأ الاساسي انه المقصود بقيمة النورماليزنج هو عملية تقسيم السكيلينج بالنسبة لنا على مقدار قيمة الاف اس، او احيانا حتى لو كان بدلالة مقدار قيمة النورماليز اوميجا، لانه حتى قسم الطالب قد يكون مثلا بالمطلب الثاني يقول انا اقدر اقسم انه مقدار قيمة الاوميجا على مقدار قيمة الاوميجا نورماليز. راح نرجع لنفس النقطة واللي هي انه الاوميجا نورماليز هي تكون مساوي الى مقدار قيمة، وبالتالي راح ارجع لنفس النقطة انها راح يكون مساوي الى، تساوي لمقدار قيمة 2 باي على في مضروبة في مقدار قيمة 2 باي في مقدار قيمة النورماليز فريكوانسي اللي هو الاف على مقدار قيمة الاف اس. اوكي، حتى وان كان انه هنا عندي مقدار قيمة النورماليز، الطالب احيانا يخطأ يقول انه هي 2 باي باعتبار هذه 2 باي اف،
على مقدار قيمة النورماليز 2 باي اف اس فيختصر فيصير عندي هذا، هذا خطأ لأن هذا راح ترجعني إلى مقدار قيمة النورماليز فريكونسي. فلازم انتبه على هذه الملاحظات، هذه النقاط مهمة لازم انه ننتبه لها خلال عملية إجراء الديزاين.